إن شاء الله سوف أضع لكم رابط هذا الموقع تحت الفيديو، سوف تذهبون إليه وستجدون الواجهة الموقع على هذا الشكل. تضغطون هنا على ستار ارنين ماني، ثم تنتظرون قليلا ليعرض علينا طريقتين للتسجيل. والطريقة الأولى وهي عبر الإيميل أو الفيسبوك، فأنا أفضل التسجيل عبر الفيسبوك لأنه سريع. التسجيل عبر الإيميل لتكون متأكد من أن الإيميل لن يتم قفله أو حظره. الإيميل وهنا الإيميل وهنا الباسورد، نضع علامة الصح، نضغط على ريجستر. وكما تلاحظون لقد تم إرسال الرسالة إلى الإيميل. نتوجه الآن إلى الإيميل لنؤكد الحساب. الآن بعد أن توجهنا إلى الإيميل نجد الرسالة قد وصلت، نضغط هنا عليها وتضغطون على هذا الرابط لنؤكد الحساب. كما تلاحظون يقولون ان هنيئا لك، لقد تم تأكيد الحساب. والآن نحن داخل الحساب. إذا أردتم أن تتأكدوا قوموا بتسجيل الخروج وإعادة الدخول مرة أخرى لنتأكد من التسجيل. نضغط على لوجين وبكل بساطة ندخل الإيميل. وكما تلاحظون لقد وجهنا الموقع مباشرة إلى لوحة التحكم وصنع الروابط. بعد ذلك هنا نقوم بصناعة الرابط الذي نريد. فمثلا أنا أخذ رابط مدونتي وأختصره هنا لأريكم الطريقة البسيطة للربح بدون أي جهد. فإذا كنت تريد استعماله في أغراض حقيقية، مثلا تملك مدونة أو تملك صفحة الفيسبوك أو موقع وتريد اختصار روابط من هذا الموقع وربح المال، هذه هي الطريقة الأولى التي تستعملها لمن يريد. وإذا لم يملك منكم شخص مدونة أو شيء آخر ويريد الربح من هذا الموقع، سوف أريكم طريقة للربح منه بدون جهد. الآن نختصر رابط ما، دعنا نختصر رابط المدونة ونضغط على السورتي ثم نأخذ كوبي ودعونا نجرب كم سنربح إذا استعملته أنا. بعد الدخول إلى الرابط المختصر كما تلاحظون ستدير هنا 5 ثواني، بعد ذلك تضغط على سكيب ذس اد. هذه الطريقة لذلك يأخذك مباشرة إلى الرابط المختصر، ألا هو مدونتي التي وضعت أنا في الأول. نعود إلى الموقع ونضغط على ريفليش هنا لنرى كم تم الربح منه. كما تلاحظون هذا هو الربح. هو بصراحة هو بكل بساطة الزوار العرب لا يعطي عليهم الكثير من المال، لذا سأضع لكم رابط البرنامج الذي سأستعمله أنا للربح، وهو يأتي بزيارات ليست عربية، وبالتالي سوف يكون الربح أكثر. نقوم بنسخ هذا الرابط ونذهب لهذا البرنامج الذي سأضع لكم، هو ياباني أو صيني لا أعلم. وهنا بعد أن سأضع لكم رابط تحميلي تحملونه وتجدون على هذا الشكل، تفكون الضغط عليه وتجدون ملف هنا، تجدون البرنامج على هذا الشكل، تضغطون عليه ضغطتين ثم يأتي معكم بهذا الشكل. هذه هي الروابط التي أنا أستعملها، أنتم لا تجدون هذا الشكل، سأقوم بمسحها بهذا الشكل. ثم تضغط على هذه الكلمة التي لا أعلم ما هي، هنا تظهر معكم هذه الخانة، تقوم بنسخ الرابط ثم تضغط على هذه الكلمة هنا ومباشرة يتم إضافة الرابط. فكما تلاحظون هذه الرابط تم وضعه وتبدأ الأرباح بالقدوم.
الموقع يمكنك إضافة له رابطين تختصرهما وتضعهما يعملان، وأنت تشتغل تتجول في صفحات فيسبوك وغيرها وتدع البرنامج يعمل بكل راحة وأنت لن تعمل أي جهد.